ظهروا في الصورة. يلا نروحوا للصورة الأولى. نوال زعتر وي اون غوند دام، قامة من القامات الفنية الكبيرة. كان لي الشرف أني عملت معها في مسلسل دار أم هاني 2011 مع التلفزيون الجزائري. إنسانة بشوشة جدا، قلبها أبيض، بصح كي تشوفيها نيرفيا وطلقة. هذه جانب من الشخصية تاعها، لكن الجانب تاعها هي سيكسبريم هكذا. نعم. ما تضرش أبدا. نوجه لها التحية. هل تظني أنها غيبت هي كذلك؟ للأسف. نعم. الكثير من القامات الفنية الكبيرة يكونوا ممثلين ولا ممثلات. نعم.